مولود العذراء بداية شهر شمسي ترابي إيجابي مثمر تحت تأثيرات فلكية مناسبة مع انتقال الشمس لبرجك لتنضم للمريخ وعطارد والقمر الموجود ببرجك نهار السبت يلي بيقلب المعطيات رأسا على عقب لصالحك، بيساعدك بيدعمك وبتكتر الزيارات والصفقات التجارية. فترة من النشاط بامتياز تعتبر الأكثر أهمية لأنك كأنك أنت على مفترق طريق بحياتك، بتحمل لك فرصة جديدة للكسب للأرباح للتقدم. تتابع الحظوظ مع دخول القمر للميزان الأحد والتنين للبيت الثاني بيت المال، يعني بيت الثروات والمكاسب والاستثمارات والمصاريف والمكاسب والربح المالي والمعنوي. هالأمر بيساعدك بيحسن من أوضاعك المادية والمعنوية وبيحمل لك حظ وبيفتح قدامك أبواب للسفر بطريقة مفاجئة. كمان رح تشهد حياتك المهنية ظروف جيدة مع وصول القمر للعقرب بين الثلاثة والخميس، بتفرح لصفحة جديدة، بتطوي مرحلة وبتبلش فصل تاني بتسوي فيه المسائل العالقة. كمان رح تحقق أكثر من نتيجة جيدة، فترة حلوة بتخليك تكسب وتربح، ورح تحصل على أخبار جيدة جدا بترتاح وبتدور الأمور لصالحك. فيها نشاط، فيها طلة حلوة، نفسيتك جيدة، أسلوبك جيد، بتثبت عن جدارة وكفاءة على كافة الأصعدة. لكن بدك تعيش بعض التناقضات والمزاجية والمعاكسات والتقلبات. لحظة وصول القمر للقوس المواجه لبرجك نهار الجمعة بتخليك تعيش أوضاع صعبة وكأنه ما عم تمشي على الطريق الصحيح. نوعية وقت ضعيفة، بتنظر بمفاجآت مربكة، انتبه من الغموض والالتباسات، ومن المحتمل انك تتخبط شوي بالتحديات وتخيب أمالك. حاول انك تكون معتدل بتصرفاتك. عاطفياً بتشعر ببعض القلق والاستياء من الشريك أو الأولاد تحت تأثير كوكب الزهرة المواجه لبرجك يلي بيتحديك من برج الأسد. حاول أنك تتجنب الانفعال وما تترك المزاجية تتحكم فيك، كن مرن أكثر وتكيف مع المتغيرات يلي ممكن تظهر فيها متاعب عائلية أو عاطفية، ما تجازف باستقرار حياتك العائلية. للعازب رح تكون الأجواء العاطفية مشحونة بالتوتر، حاول أنك تعالج الأمور بهدوء بعيداً عن التعقيد.